السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم وريت لكم يا أحبائي شحال هذه صافي غيبة ما شفتكمش فيها. سمحوا لي، وليت لكم اليوم مع واحد السوجي تاع طبي سامية. يعني نبداو على بركة الله، بسم الله. الوضعية الأولى على 10 نقاط. قال لك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تكميل الحديث، كل سلامة من الناس عليه صدقة. ومن بعد أنا كملت: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعيش وتعين رجل في دابته فتحملها عليه أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال لك أكمل الحديث النبوي الشريف، هذه شقة بور. اشرح ما يلي. هنا شرح المفردات: سلامة هي مفاصيل جسم الإنسان، عددها 360 مفصل. عندك دابتي وكل ما يركب عليه، السيارة، القطار، الحصان، إلى آخره. أذكر 4 من أنواع الصدقات دون الشرح، يعني إحنا في الكراس كتبناها بالشرح، لكن قلت لك دون الشرح: الإصلاح بين المتخاصمين، مساعدة المحتاج، الكلمة الطيبة، وحماية البيئة. حدد 4 ما يرشد إليه الحديث. أولا: الحث على الصدقات قدر الإمكان، التخلق بالخصال الحميدة، إعانة المحتاج، والإصلاح بين المتخاصمين. الوضعية الثانية على 10 نقاط. قال لك: أوصى الإسلام بالحياء والعفة لأنهما رأس الفضائل الخلقية. عرف كل من الحياء شرعا هو خلق يبعث صاحبه لاجتناب القبيح قولا وفعلا. العفة شرعا هي كف النفس عن كل ما حرمه الله من قول وفعل. حدد نوعا من أنواع الحياء وآخر من أنواع العفة وشرحهما. الحياء من الملائكة، أنا أخترت الحياء من الملائكة، كاين الحياء من الله، كاين الحياء من النفس، أنا عندي سهل هو الحياء من الملائكة، وذلك بإكرامهم والاستحياء منهم، يعني نكونوا نتسحين منهم، مثل ما جاء في الأثر: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. هنا يجب علينا أن نحترمهم وأن نكرمهم في حياتنا، يعني الابتعاد عن المنكرات لأنها تتأذى. ومن بعد العفة هنا قال لك: وآخر من أنواع العفة وشرحهما. يعني عندك عفة البطن، أنا اخترت عفة البطن، كاين عفة الجسد، عفة الجوارح، عفة النفس إلى آخره، أنا اخترت عفة البطن. قال لك: وذلك بأكل كل ما هو حلال والابتعاد عن كل ما هو حرام. يعني الله سبحانه وتعالى فرق بين الحلال والحرام. الحلال وكل ما يؤكل، لكن الحرام يعني شيء منع في الإسلام. بين العلاقة الموجودة بين الحياء والعفة في القول والفعل. هنا على 2 نقاط. قال لك أن الحياء شاملة، فإذا اشتدت الحياء، إذا اشتدت هذا الحياء تزداد العفة، مثل ما قيل: على قدر الحياء تكون العفة. إذا كانت الحياء تكون العفة. اقترح 4 معاملات تكون بها حييا وعافيا، يعني وعفيفا، يعني كيفاش تكون حياء وممتع عفيف. اولا: استغل وقتي في طاعة الله وعبادته، يعني نح نصلي، نح الى اخره. اغض بصري عن كل ما حرم، الاشياء التي لا يجب ان نراها لن نراها. أسير مع من يصاحبني إلى الخير ويبعدني عن الشر، يعني أسير أصاحب من يصاحبني إلى الخير ويبعدني عن الشر، لا يعني يبعدني عن الشر. أرضى بما رزقني الله ولا أرى فيما لدى الناس، يعني أرى بما لدي، عندي بيت صغير ما منشوفش، نورمال، المهم أعيش،
ما نشوفش فيما لدى الناس ولا أرى فيما لدى الناس، وأستعين بالصبر والإرادة والدعاء. كما إحنا في رمضان وشهر العزة والكرم، شهر التوبة والغفران، يعني نصبر لكي يرى الله سبحانه وتعالى إذا نحن نصبر، باسكو إذا كانت الصبر تكون الإرادة والدعاء. إذا أنا قضينا السوجي، نقولكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم، ونقولكم إن شاء الله تستفدوا من هذا الموضوع اللي درت لكم اليوم، وتبقوا على خير، وصحة فطوركم.